عندك القائمة أمامك. ها نعمروهم باش يوم الاختراع يكون كل مترشح عنده الشارة تاعو قانونيا. هذا ما يطلب العملية الاختراع تحط معك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن قائمة حزب جيل جديد رقم 12. كما يعلم الجميع نحن لدينا كفاءات من الشباب، شابة جامعية حتى ذوي خبرة. هذه رسالة لأبناء الذرعان، أعطونا فرصة للتغيير، أعطونا فرصة للتغيير قطيعة مع السياسات الماضية. نريد خدمة عمومية جوارية، نسمع إلى انشغالات المواطن عن قرب جواريا. هذا ما يريد الحزب نتاعنا فعله يعني مع الشباب ومع أي مع أي إنسان آخر يكون هنا متواجد في مواطن من بلدية الذرعان. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نقدم نفسي السيدة عقاب إيمان، مترشحة في قائمة حزب الجيل الجديد رقم 12. اليوم حبيت نمد الرأي العام أو بصفة عامة لشباب وناس بلدية الدرعان. نحن نأتيكم بفرصة التغيير، لكن ليس نحن فقط من نعطي فرصة التغيير، احنا ننتظر منكم انكم انتم اللي تعاونونا واللي تعاونونا بواش بصوتكم، خاطر صوتكم هو الكفاءة اللي يعطينا التقدم. ثاني حاجة رح نحكي على البيئة الخاصة بمدينة الدرعان وعامة بمدينة الدرعان وبصفة خاصة قرية عين علام أو حي عين علام. راهو في مأزق، وخاصة من النفايات التي ترمى من كافة الولاية، يعني من بلديات أخرى تأتي ترمى في بلدية أو حي عين علام. كاين ناس صغيرة، كاين ناس مريضة مرض مزمن، يعني على الأقل خليونا نعاونوكم، خليونا نمدلكم يدينا باش نوقفوا عليه الفلاش تاعنا ونوقفوا على البلدية تاعنا. ومش راح نقولوا أكثر من هكا. حاجة أخرى تاني، أعطونا صوتكم وصوتكم بالحق من أجل التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أجمعين. اسمي فارس سيهان، أنا مترشحة ضمن قائمة الحزب الجديد رقم 12. جامعية ماستر 2 في القانون الأساسي الجنائي والعدالة الجنائية. بصفتي مترشحة أرسل رسالتي إلى أبناء مدينة الذرعان. إخوتي وأخواتي، ساعدونا في هذه الانتخابات من أجل التغيير، من أجل تغيير بلديتنا والنهوض بمدينة الذرعان، من أجل الحفاظ على نظافة المدينة. معناش مرافق عمومية، مدينة الذرعان مدينة مهمشة نظرا للبلديات الأخرى. مدينة الذرعان أيضا من ناحية النفايات، كل بلديات الولاية تأتي وتصب في مركب النفايات لقرية عين علام. يا ترى هل يبقى حال الدرعان إلى حالنا اليوم على ما هو، أو نعمل على تغييره جميعا؟ كيف يكون ذلك؟ يكون بتغيير أفكار أبناء مدينة الدرعان. نطلب من أبناء مدينة الدرعان الذهاب إلى مراكز التصويت وإلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم للحزب رقم 12 اللي هو الجيل الجديد. نعم، نحن الجيل الجديد، أتينا كفرصة للتغيير، كفرصة لحل انشغالات المواطن الذرعاني الذي نحن نسمى من أبناء هذه المنطقة وأبناء هذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أقدم نفسي، زهاني نبيل، طبيب نفساني، مترشح ضمن قائمة حزب جيل جديد رقم 12. رسالتي في هذه المناسبة لشعب مدينة الدرعان، المدينة التي تتمتع بتاريخ عريق وأصالة، لكن للأسف مالت إليه
لا 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 المواطن الدرعاني لا يستحق ان يكون في هذه الظروف. وعليه فقائمة جيل جديد جاءت من اجل تغيير الظروف السيئة التي آلت لها مدينة الدرعان. وعليه نطلب من جميع الشعب مدينة الدرعان الذهاب بقوة إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على حزبنا جيل جديد وإعطاء فرصة للمترشحين للتغيير، التغيير إلى الأحسن، التغيير إلى الأفضل، التغيير إلى ما يستحقه المواطن الدرعاني. يستحق أن تكون هناك مشاريع تنموية، مشاريع للأطفال، مشاريع للشباب، مشاريع للشيوخ. لماذا الدرعان كان سابقا مكان للتنزه، مكان يلجأ إليه جميع من مناطق من الداخل أو الخارج للتنزه إليه، لماذا الآن أصبح مدينة مهمشة كل التهميش؟ مدينة الدرعان تستحق النهوض بها نحو الأفضل ونحو الأحسن. أعيد وأكرر للشعب الدرعاني أن يذهب بقوة يوم 27 نوفمبر إلى مكاتب الاقتراع بقوة ويصوت على الجيل الجديد لإعطاء فرصة لنا للتغيير إن شاء الله وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ نافع مواطن ببلدية الدرعان مدعم لقائمة حزب الجيل الجديد، القائمة الخاصة بالبلدية وكذلك القائمة الولائية. أنا كمواطن جد متفائل بهذه القائمة التي تحتوي على كفاءات، لها كفاءات علمية ومهنية. الدرعان يستحق لهذه أو ينتظر من هذه الفئة إن شاء الله وهذه الكفاءات باش تحقق لنا بعض الأشياء خاصة بالنسبة للتشغيل. البطالة ضربة أطنانها في بلدية الدرعان، البطالة ضربة أطنانها في بلدية الدرعان. ولماذا لا جلب مثلا مؤسسات مصغرة أو مؤسسات عمومية أيضا إن شاء الله يخدمون البلدية هذه، وإن شاء الله كذلك من القائمة تاعنا تاع الولائية إن شاء الله حتى هما يروحوا للتغيير بالنسبة على مستوى المجلس الشعبي الولائي ببلدية الدرعان. نتمنى من المواطنين تاع بلدية الدرعان باش نتعاونوا كل مع بعضنا ونروحوا نصوتوا على القائمة هذه تاع الكفاءات، ونحن متفائلين جدا إن شاء الله.